حاليا انا كمدير مؤسسه رغم
معنا كمدير مؤسسه كنعتبر ذاك الملعب ديال المؤسسه. غادي ندوزو دابا للنقاط القريبه. النقطه الثانيه تطرق احداث تلقى مناطق حديديه هوائيه للراجلين على طول الطريق الساحلي في تراب جماعه زكا. هذه النقطه هذه راه تسبق يمكن الجماعه كانت دوله ولكن كانت كنتو جوج دابا تزادت وحده ولا ثلاثه ان السكان البعلاتيين فأينما كانت البحث هما شيء كونتراتيف. بالنسبة لأركمان المركز المحطة الأولى قرب وكالة ضم الشعب بالنسبة للحافلة المحطة الأولى قرب وكالة ضم الشعب بالنسبة لتعاون فتح الرمان المحطة الثانية قرب وكالة البلد المحطة الثالثة قرب أنطراد ودافيون ودافيون بالنسبة للمحطة الثالثة تم اعتبار محطة ديمغرافية اجتماعية من حيث كثافة السكان بدول علي الشيخ وتواجد الثانوية بالقرب من هذه المحطة حدا المحطة حدا سيرية حدا المدرسة وكمدير تم المدرسة باش يعرفوا فين كاين المحطة بالنسبة لدوش المحطة الرابعة شارع قبالة تجزئة النصر المحطة الخامسة الشارع المؤدي إلى الشاطئ قبالة الفندق فندق ديال جديدة وبالنسبة للشاطئ أكمل المحطة الثالثة قرب محطة السيارات في الشاطئ بخصوص المحطة الثالثة وتوجد مشطة أكمل تجد الإشارة لو قد تم حكمها في الاجتماع السابق وتم إحداثها من جديد من هذا الاجتماع لاعتبارات اجتماعية وإنسانية تكون للجميع كذا في الدورة علامات قف بالمجال الحضاري لأكمل مركز الأولى في نهاية شارع محمد الخامس متقاطع مع الطريق الوطني رقم 16 رابط بين أكمل مركز ومدينة النظر الخشبة. الثانية في نهاية زنقة وادي الذهب متقاطع مع الطريق المذكورة أعلى والرابطة بين أكمل المركز ورأس المال. خرجة الرأس. الثالثة في نهاية الطريق المؤدية من شاطئ أكمل المركز المتقاطع مع الطريق رقم 16. توضع علامات كيف بتعاون الفتح في الشوارع التالية شارع النطر شارع النسيل الخضراء شارع بن المنذران شارع 18 المنذر شارع 3 مارس زنقة عبد الحفاظ الطريس زنقة ابن بطوطة شارع 9 يوليوز شارع مولاي رشيد زنقة ابن خلدون ثانيا أماكن التالية قرب مقر الدرك الملكي بتعاون الفتح قرب وكالة البريد بتعاون الفتح قرب باب الدرس بالفتح قرب باب الثاني بن خلوزيان قرب المركز الصحي بتعاون الفتح ويسمع بالوقوف في اماكن مخصصه لذلك. ثالثا علامات منع المرور بالمجال الحضري لاكمل المركز. توضع علامات منع المرور في شارع محمد الخامس النقطه الثانيه النقطه المتقاطعه مع زنقه حسيمه في اتجاه الجنوب النقطه المتقاطعه مع زنقه واد الذهب في اتجاه الجنوب النقطه المتقاطعه مع زنقه عيون في اتجاه الجنوب النقطة المتقاطعة مع زنقة الدول في اتجاه الجنوب وتوضع علامات منع المرور في شارع الحسن الثاني في النقطة الثانية النقطة المتقاطعة مع زنقة النواب في اتجاه الشمال النقطة المتقاطعة مع كاين نظافة إلا كاين نظافة كاين حتى الصحة والصحة خاصنا مكتب ديال ليجيان تكون ديال الجماعة يكون فيه تقني على الأقل ومساعد يكونوا باش يبقاو يراقبوا مساكن وخصوصا في الصحة الشرطة الإدارية ماشي صحة هي الشرطة كان عندنا سابقا عندنا طبيب وكان لذا حنايا نحاولوا الجماعة أن مشروع قرار الجماعة باش نديروا مكتب صحي في نفس الوقت غادي نحاولوا نديروا مباراة نزيدوا اليد العاملة لا عندنا أماكن شاغرة يعني الناس اللي خرجوا التقاعد كان شي توفاش باش هذوك الأماكن نعمروهم نشوفوا باش نعملها إلا أن القانون دابا ديال التوظيف كتاب العاملة واليد العاملة خصك البكالوريا شكرا لك دبلوم تأهيل دبلوم تأهيل
داخل المكتب المجلس اجتمع مع جمعية طلب الجمعية يستدعيهم يجلس معهم ويطلب منهم مساعدة على كل شيء يحضر حدث فترة ديال تحسيس الموت وثاني فرصة أخرى إن شاء الله.